بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. والنواقض يريدها الفقهاء ويعنون بها جمع ناقض، وقلنا إنهم يريدون جمع الناقض بتصريحهم بعد ذلك، فإنهم يقولون الناقض الأول والناقض الثاني، وإن لم يصرحوا بذلك مثل المصنف فإنه يقول الأول والثاني والثالث بصيغة التذكير. ونبهت لهذا لما؟ لأن أهل اللغة يقولون إن ما كان على وزن فاعل فإنه لا يجمع على وزن فواعل، وإنما الذي يجمع على وزن فواعل إنما هو الفاعلة أي المؤنثة، وأما المذكر فإن من جموعه أن يجمع على صيغة فاعلون ونحو ذلك من الصيغ. وهذا التعبير أو هذا الاستخدام الفقهي وجهه بعض الفقهاء المعنيين باللغة بأحد توجيهين. التوجيه الأول أنها في الحقيقة إنما هي ناقض لفظا، لكنها ناقضة من باب التأنيث المجازي، فهو من باب التأنيث المجازي. والتوجيه الثاني اللغوي أنهم يقولون إن هذه القاعدة ليست مطلقة، وإنما هي في ما يكون مفرده عاقلا، وأما ما كان من المعاني فإنه لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى، لأن المعاني ليست موصوفة بالذكورة ولا بالأنوثة. وبناء على ذلك فإن قول الفقهاء إن النواقض جمع ناقض يصح بأحد هذين التوجيهين. نعم. وهي مفسداته وهي قوله ثمانية. وهي مفسداته، هذا بيان معنى النواقض، وأن الناقض هو المفسد. وعندما عبر الفقهاء بالمفسد فمرادهم أنه وجد ما يقابله وهو رفع الحدث أي الطهارة، ثم بعد ذلك جاء هذا الناقض فأزاله. إذا عرفت ذلك عرفت لما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض، وفي باب الغسل قالوا بالموجبات، لأن في باب الوضوء لا يعتبر شيء من هذه ناقضا إلا إذا كان قد سبقه وضوء، يجب أن يسبقه وضوء ليرد بعده الناقض. بينما موجبات الغسل فلا يلزم أن يكون قبلها غسل يرفع الحدث، فالبلوغ ليس قبله غسل، والبلوغ بالاحتلام ونحوه لا يلزم أن يسبقه حدث، وكذلك أيضا دخول الإسلام لا يلزم أن يسبقه حدث، وهكذا. وذلك هناك عبروا بالموجبات وهنا عبروا بالنواقض بمعنى أنها مفسدة، فلا يكون ناقض إلا إذا تقدمه ما يقابله الذي هو مفسد وهو الوضوء. نعم. وهي ثمانية. قوله وهي ثمانية، هذه فيها مسألتان. المسألة الأولى أن كل ما يعده الفقهاء عدا ثمانية وتسعة وعشرة، سواء كان شرطا أو ركنا أو مفسدا أو غير ذلك، فإنما يكون دليل هذا التخصيص بالعدد إنما هو الاستقراء، فقد استقرأ الفقهاء ما ورد مما هو معتمد أنه ناقض للوضوء فوجدوه ثمانية. لكن يشكل على ذلك أن هناك نواقض غير التي أوردها المصنف، أو هناك نواقض أوردها المصنف غير هذه الثمانية، فنقول إن قولهم وهي ثمانية مرادهم بذلك النواقض العامة المشتركة التي لا يختص بها أحد دون أحد، بخلاف النواقض التي ستأتينا إن شاء الله في آخر الباب، وهي التي تختص ببعض الناس، بمن كان عليه حائل فنزع الحائل من قدمه، أو كان به حدث دائم فانقطع الحدث عنه، ونحو ذلك من الأمور التي سنبينها إن شاء الله في درسنا اليوم. إذن قولنا أو قول المصنف وهي ثمانية، المراد بالثمانية النواقض المشتركة لا النواقض الخاصة، إذ النواقض الخاصة متعددة ولا يتكلم عنها في هذا الباب، وإنما يفصل أحكامها في أبوابها كالمسح على الخفين ونحوها. نعم. الخارج من السبيلين. نعم. قوله الخارج من السبيلين، هذا هو الناقض الأول. عادة الفقهاء الأول يذكرونه من غير رقم، ثم يذكرون الذي بعده من باب التمييز. والخارج من السبيلين فيه حرف غاية من وإلى، فأما من فلا بد أن يكون خارجا من السبيلين، والمراد بالسبيلين الأصل هو الطريق، والمراد بهما أي الطريق الذي يخرج منه الفضلات عادة، وهما القبل والدبر، وسيأتي تفصيلها وتعديدها في كلام المصنف. إذن من هنا لابتداء الغاية فلا بد أن يكون خروجه من هذا الطريق،
وتعبير المصنف بالخارج سيأتي بعد قليل أنه يشمل كل خارج، سواء كان الخارج طاهرا نجسا قليلا كثيرا معتادا نادرا وهكذا من الأمور، فإنها تكون ناقضة. إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير. نعم، قوله إلى ما هو إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير، إلى هذه الانتهاء الغاية، فلا بد أن يصل إلى هذه إلى هذا الأمر وهو ما في حكم الظاهر. وقبل أن أنتقل لهذه الأمر يجب أن نعلم، وهذه كررتها قبل، أن أعضاء الآدميين قسمان، قسم ظاهر وقسم باطن، أو له حكم الظاهر وله حكم الباطن. مما مر معنا من هذه الأقسام أن تجويف الفم وتجويف الأنف قلنا لهما حكم الظاهر وليس لهما حكم الباطن، بينما تجويف العين لها حكم الباطن، وهكذا يتكلمون عن كثير من الأمور. هنا الذي له حكم الظاهر والباطن هو متعلق بالقبل والدبر فقط، وسيشير المصنف بعد قليل إلى حدها، وكل ما كان خارجا فهو له حكم الظاهر لا حكم الباطن. طيب، عندنا هنا أمر، انتقال شيء من مكانه إلى مكان آخر لكنه ليس في حكم الظاهر بل ما زال في حكم الباطن، فإنه بإجماع لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن قد يكون موجبا للغسل، وهو انتقال المني من مكانه، سيأتينا إن شاء الله بعد درسين، ولكن لا يوجب شيء الوضوء بمجرد انتقاله من مكان لمكان، تحرك الفضلات في الأمعاء انتقالها في مجاري أحد السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا. إذن فقط أريد أن أستثني لك فيما يتعلق في قول المصنف في حكم الظاهر، يقابله أن ما كان في حكم الباطن انتقال شيء من الفضلات إلى ما في حكم الظاهر من غير خروج لما في حكم الظاهر باتفاق أهل العلم لا ينقض الوضوء. أنبه لأمر واحد، قد يكون موجبا للغسل فيما لو انتقل الماء من محله، وهذه مسألة أخرى ستأتي في محلها. الجملة الثانية أريد أن ننتبه معها قليلا، وهو قوله ويلحقه حكم التطهير. هذه الجملة فيها حرف الواو، حرف الواو هذا يحتمل احتمالين، وكل احتمال هو رواية في المذهب. يحتمل أن تكون الواو لمطلق الجمع، فحينئذ الخارج من السبيلين يكون ناقضا للوضوء إذا وجد فيه قيدان، القيد الأول أن يخرج إلى ما فيه هو حكم الظاهر، والقيد الثاني أن يكون ذلك الظاهر يلحقه حكم التطهير، أي يلزم تطهيره، يلزم تطهيره. المعنى الثاني للواو أن الواو هنا تفسيرية، وحينئذ يكون قوله ما هو في حكم الظاهر بمعنى قوله يلحقه حكم التطهير، فكأنه بالجملة الثانية فسر الجملة الأولى. إذن هناك معنيان وهما روايتان في المذهب. ما الفرق بين المعنيين؟ يتصور الفرق بين المعنيين في صورة واحدة فيها خلاف في المذهب، وهو الفرج المرأة الأدنى وليس الأقصى، فمن أهل العلم من يقول إن له حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة، فحينئذ يفترق القيدان ولا يكونان قيدا واحدا. ومشهور المذهب أن هذا ليس من حكم الظاهر بل هو من حكم الباطن، وبناء على ذلك فإن مشهور المذهب هو أن ما في حكم الظاهر هو الذي يلحقه حكم التطهير، ولا يوجد ظاهر لا يلحقه حكم التطهير، هذا مشهور المذهب. ولذا فإن بعضا من المتأخرين اقتصر على الجملة الأولى وهو كاف، وهو كاف. أعيد توضيحها بطريقة أخرى، نقول إن الذي في حكم الظاهر ينقسم إلى قسمين، حكم ظاهر له هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير، فهذا ينقض الوضوء على الروايتين. وهناك شيء له حكم الظاهر ولا يلحقه حكم التطهير، وهو المثال الذي ذكرت لكم قبل قليل، فهذا فيه روايتان في المذهب أو وجهان في المذهب. والمشهور عند المتأخرين ومنهم المصنف أنه يعني الذي أنه لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، فحينئذ فإنه يكون في حكم الباطن ولا يتحقق شيء في حكم الظاهر ولا يلحقه حكم التطهير. نعم. إلا ممن حدثه دائم قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا طاهرا أو طيب. ناجسا، بس خلنا نقف هنا، قوله إلا ممن حدثه دائم هذا استثناء في جملة اعتراضية، يقول المصنف إلا من حدثه دائم
فإن خروج الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء، ولذلك فإن من حدثه دائم يعفى عن شيئين. الأمر الأول يكون خروج الحدث الدائم ليس ناقضا للوضوء. العفو الثاني أن هذا الحدث الدائم لا يلزم التطهير منه للمشقة، لكنه نجس، النجاسة الخارجة نجسة، لكن عفي عن تطهيرها. بينما في الحالة في الأمر الأول نقول لا ينقض مطلقا، ولا نقول إنه عفي عن الوضوء، بل نقول لا يكون ناقضا. إذن هذا ما يتعلق بقول المصنف إلا ممن حدثه دائم. هذه الجملة استشكلت من جهة أن هذه العبارة قد توهم أمرا ليس مرادا للمصنف ولا لغيره، فإن هذه العبارة حينما قال المصنف الخارج من السبيلين ناقض إلا ممن من اسم موصول للعاقل، أي من الشخص الذي يكون حدثه دائم. فظاهر العبارة أن من كان حدثه دائما فإن كل ما خرج من السبيلين لا يكون ناقضا، ولذلك هذه العبارة ليست دقيقة. وبناء على ذلك يعني قيل إن هذه العبارة ليست دقيقة، والأولى والأجود خلنا نقول والأجود عبارة صاحب المنتهى حينما قال لا دائما، أي لا حدثا دائما، فيجعل المستثنى الحدث الدائم وليس الشخص الذي مصاب بالحدث الدائم. فرق بين العبارتين، والعناية بهذه الأمور مفيدة لطالب العلم بحيث أنه يعتني بألفاظه، فإن الألفاظ كلما كان المرء يعني يلحظ دقائق أهل العلم في المسألة وينتبه لفوات ما فات على البشر، وأقول للبشر لأن ما من أحد سوى كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويعترض على ويرد عليه الخطأ، كما قال الإمام أحمد من الذي يعرى عن الخطأ أو اللحن، ومثله جاءت عن سفيان. فالمقصود أنه ليس عيبا أن المرء يخطئ، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، لكن معرفة هذه الأمور تقوم اللسان وتجعل المرء ينتبه لمحترزات ألفاظه. نعم، الجملة التي بعدها تفضل. قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا، طاهرا أو نجسا. نعم، قوله قليلا كان أو كثيرا إلى آخره، هذا متعلق بالخارج من السبيلين وليس متعلقا بقوله إلا ممن حدثه دائم، أي أن الخارج من السبيلين يكون ناقضا سواء كان الخارج قليلا أو كان كثيرا، بينما في الناقض الذي بعده إن كان قليلا عفي عنه، وإن كان كثيرا فإنه ينقض. وقوله نادرا أو معتادا، أي وإن كان الخارج نادر الخروج، مثل أن يخرج حصى أو يخرج دود أو يخرج ولد أو نحو ذلك، وإن كان الولد ليس نادرا بكثرة لكن نقول نادرا بالنسبة للعمر الآدمية، وهكذا فإنه يكون أيضا ناقضا. معتادا، المعتاد كثير جدا أكرمكم الله من البول والغائط وماء الرجل وماء المرأة، فكلها تكون أيضا داخلة في هذا المعنى. قوله طاهرا أو نجسا، مر معنا في باب الاستنجاء أن الطاهر مثل الولد ومثل ماء الرجل وماء المرأة فإنها طاهرة، والنجس كما تعلمون كثير جدا. ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر. نعم، قوله ولو ريحا، لو هنا أشار فيها لخلاف قوي جدا، هذا الخلاف أخذ به أبو الوفا بن عقيل وقال إن الأشبه بمذهبنا أن هذه لا تنقض التي سيأتي ذكرها، وكأنه مال لهذا القول، أعني قول ابن عقيل الموفق بن قدامة. قال المصنف ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر، لو خرجت ريح من القبل فإنها في هذه الحالة تكون ناقضة عندهم. الموفق بن قدامة يقول إن هذا نادر، وغيره يقول إن هذا، وهو ابن عقيل يقول إن هذا خارج من المثانة، والخارج من المثانة له حكم الظاهر وليس له حكم الباطن فلا يكون ناقضا. وذلك نحن عندنا في الصيام نقول إن التقطير في الإحليل لا يفسد الصوم، لأن المثانة لها حكم الظاهر لا حكم الباطن، فتعليل الموفق غير تعليل أبي الوفا بن عقيل. والحقيقة أن خروج الريح وإن كان نادر لكنه موجود، ويفسر علميا تفسيرات أخرى بتفسيرات أخرى غير التفسير الذي يعني يكون سببا لخروج الريح من الدبر، والمذهب هذا، ولكن الرواية الأخرى كما ذكرت لكم أشار لها المصنف. نعم. فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل. نقف هنا. قول المصنف فلو احتمل، معنى احتمل يعني أدخل في قبل أو دبر، واضح معنيان، قطنا، القطن واضح معروف، أو أي شيء من هذه الأشياء التي تجعل مما لا يتحلل أو يتحلل، أو ميلا، الميل هذا مثل ميل المكحلة، المكحلة التي يكتحل بها فيها عود، هذا العود سمى ميلا، فقد يكون هذا لأجل
علاج أو لغيرها من الأمور. قال أو ميلا ثم خرج، أي خرج من القبل أو الدبر ولو بلا بلل، فإنه حينئذ يكون ناقضا للوضوء. قوله ولو بلا بلل هذه إشارة لخلاف قوي في المذهب، ولذلك فإن الذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه أنه إن خرج بلا بلل فإنه لا ينقض، وإنما ينقض إذا خرج مبتلا. والفرق بين القولين أن ما احتمله الشيء الشخص أو احتقن به عند دخوله هل يعتبر، عند دخوله ثم خروجه هل يعتبر خارجا من جسده أو أنه ليس خارجا من جسده؟ فإن قلنا إنه ليس خارجا من جسده فلا بد أن يكون مبتلا ليخرج شيء من جسده، فهذا هو القيد. وقوله ولو بلا بلل ومرت معنا في المسألة. وبناء على ذلك فقد ذكر الشيخ عثمان في فهم هذه المسألة أن الخلاف بين صاحب المنتهى وصاحب الإقناع إنما هو في التحمل في القبل لا في الدبر، هذا فهم الشيخ عثمان. فقد ذكر عثمان في حاشية على المنتهى أن من احتشى شيئا أو احتمله فله ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الاحتشاء أو التحمل من طريق الدبر فيقول ينقض عندهما، أي عند صاحب الإقناع والمنتهى. وإن كان الاحتشاء في القبل وخرج مبلولا فإنه ينقض عندهما كذلك. والحالة الثالثة إن كان الاحتشاء في القبل وخرج بلا بلل فهنا يكون محل الخلاف بين صاحب الإقناع والمنتهى. وهذا التفصيل من عثمان، وإن كان ظاهر المصنف، طبعا هنا كلام مصنف صريح بأنه في القبل والدبر أنه ينقض ولو بلا بلل، والاستثناء والمخالفة صاحب المنتهى إنما خصه بالقبل، وبذلك نفهم مسألة الفرق بينهما لا كما ظنه يعني البعض أنها مطلقة في القبل والدبر، وإنما تقييد عثمان قد يكون يعني أقرب. نعم. أو قطر في إحليله دهنا ثم خرج. نعم، قوله أو قطر في إحليله لم يعبر هنا بالقبل، لأن القبل أشمل من الإحليل، لأن القبل يشمل مخرج الولد ومخرج البول معا، بينما الإحليل فإنه يكون مؤديا إلى المثانة وهي من الظاهر. ومع ذلك قال المصنف أو قطر في إحليله دهنا، عبر بالدهن لأن الدهن يمتزج يعني نقول أجزاء الجسد الداخلية ثم خرج فيكون خارجا ممتزجا بشيء مما كان في جوف الآدم، وذلك فرق بين الدهن وفرق بين القطن والميل، لأن القطن والميل جامد ليس رطبا، بينما الدهن رطب فقد يمتزج بشيء مما يكون في داخل جسد الآدمي. أو خرجت الحقنة من الفرج. نعم، الحقنة المراد بالحقنة في كتب الفقه وفي آثار الصحابة هو ما يكون مثل التحميلة يدخل عن طريق الدبر، ولذلك لما جاء في الخبر كراهة أو العلماء يكرهون الاحتقان لما جاء عن علي رضي الله عنه، فالمراد بالاحتقان مثل التحميلة وفي معناها من الأشياء الأخرى التي تقوم مقامها. يقول لو أن شخصا احتقن بأن أدخل تحميلة مثلا ثم خرجت فمجرد خروجها يكون ناقضا ولو بلا بلل في هذه الحال، لأنها تكون في الغالب رطبة من رطبات أحد السبيلين. نعم. أو ظهر طرف مصران. نعم، قوله أو خرج طرف مصران يعني أحشاء الداخلية، وهذه أيضا مطلقة سواء خرجت مبتلة أو غير مبتلة فإنها شاملة، بينما في صاحب الفروع قدم أنها خروج طرف المصران لا ينقض إلا أن يكون مبتلا. وسأذكر تطبيقات هذه المسألة عند مسألة مشكلة تشبهها بعد قليل عندما تأتي. نعم. أو رأس دودة. نعم، قال أو خرج رأس دودة، يتصور بخروج رأس الدودة في الدود الكبير جدا مثل الدودة الشريطية، فإن الدودة الشريطية طويلة تصل إلى أمتار، وقد تخرج ثم تدخل إذا يعني لأن يكون رأسها طويل فتخرج من الآدمي ثم تدخل، وغالب الذي تكون عندهم الدودة الشريطية هم الذين يأكلون البقر، ولذلك في جزيرة العرب لما كان أكل البقر قليلا وهو من عادتهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن لحومها داء قالوا هذا خاص بجزيرة العرب، لأن العرب كانت أجسامهم ضعيفة نحيلة وكان البقر عندهم قليلا فلم يكونوا يأكلونه، فهو داء باعتبارهم لا مطلق الناس، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لحوم البقر داء. لكن الذين يعرفون ذلك يروون فيه أخبارا، وقد قال لنا بعض الذين درسونا قديما
أخبارا في قضية خروج الدودة الشريطية من بعض الناس، ومن طولها يظن أنها حية خرجت من بطنه وأنها قد تخرج وتعود. إذن قوله ولو خرج رأس دودة، ليس المقصود الدود الصغير الذي لا يرى، وإنما مرادهم بالدود الكبير ربما، لأن غيره قد لا يستطيع الشخص أن يراه. نعم. أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها. نعم، قوله أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه، أي ماء الرجل، فدخل فرجها أي المرأة، ليس فحسب، فهنا جملة مقدرة يجب إثباتها، فدخل ثم خرج، لا بد أن يكون قد خرج، لأن مجرد الدخول ليس موجبا للوضوء. أورد المصنف هذا المثال لفائدة سيريدها بعد قليل. نعم. أو استدخلت، أو استدخلته، أي استدخلت ماء الرجل ثم خرج، يجب أن نقيده بذلك أيضا. ومن صور المشهورة في قضية استدخال ماء الرجل، وهذا يأتي عليه السؤال، في قضية التلقيح الصناعي، فإن بعض النساء قد تقوم بتلقيح صناعي وتسأل هل هناك يوجب وضوءا أو غسلا، نقول لا يوجب غسلا، سيأتي في كلام المصنف بعد قليل، لكنه إن كان قد خرج شيء من ذلك فإنه يكون موجبا للوضوء. ومن عمل في المستشفيات التي تتعلق بالتلقيح الصناعي يسمع هذا السؤال يوميا، فلا يظن أن أحد أن هذه المسائل نادرة الوقوع عند أو نادرة على سبيل العموم المطلق، وإنما هي لها وجود. نعم. أو مني امرأة أخرى ثم خرج. نعم، كذلك نفس الحكم. النقض ولم يجب عليها الوصف. قوله نقض يعود لجميع الصور السابقة، من قوله لو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج، وهكذا، ثم يعود للجميع، كما أن قوله ثم خرج في الجملة الأولى يعود للجمل التي بعدها جميعا. ولم يجب عليها الغسل، قوله ولم يجب عليها الغسل هذا يعود فقط الجمل الأخيرة دون الجمل الأولى، فإن قوله ولم يجب عليها الغسل يرجع إلى قول المصنف أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها إلى آخر الكلام، فإن هذا لا يوجب الغسل عليها لأنه لم يوجد فيه وطئ، فلا يوجب الغسل، لكن يوجب الوضوء إن خرج ما دخل من ماء ونحوه. نعم. فإن لم يخرج من الحقنة أو المني شيء لم ينقض. نعم، هذا مفهوم السابق ذكره المصنف من باب التأكيد والتوضيح، فهو مفهوم وإيضاح المصنف جيد، ولا نقول إنه يغني، لأن دائما المنطوق أقوى من المفهوم، فكلما كانت الدلالة على الحكم من باب المنطوق فإنها أقوى من المفهوم، ولذلك شهر عند المتأخرين إذا تعارض منطوق أحد الكتابين المعتمدين معارضا مفهوم الآخر فأيهما يقدم؟ قالوا نقدم المنطوق على المفهوم. نعم. لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض. نعم، هذه مسألة أخرى، وهي قال إذا كان المحتقن الذي أتى بالحقنة في الدبر مثلا أو في القبل قد أدخل رأس الزراقة، المراد بالزراقة هي آلة التي تستخدم في الحقن، وصورتها الموجودة الآن بكثرة هو ما يسمى بالمنظار الطبي، فالمنظار الطبي قد يكون للقبل وقد يكون للدبر، هذا هو مثل الزراقة تماما. يقول لو كان قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه فإنه ينقض الوضوء، لأن دخوله من أحد السبيلين في الغالب أنه يكون معه خروج شيء من الفضلات فيكون ناقضا، هذا على القول بأنه لا بد أن يكون فيه بلل. وإن قلنا كما ذكر المصنف في ابتداء كلامه أن ما دخل ثم خرج فإنه يكون ناقضا بلا بلل، فنقول لا نحتاج لهذا التعليل. نعم. ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا انتقض. نعم، قوله ولو ظهرت مقعدته، قوله مقعدته المراد بها باطن ما يجلس عليه اللي هو الفرج الداخلي، فهذا سمى المقعدة. يقول إن ظهرت حال الجلوس أو في غيرها فعلم أن عليها بللا، علم يعني تيقن، عليها بللا انتقض، أي انتقض وضوءه بوجود وبخروج هذا البلل الذي خرج من مقعدته، لا إن جهل، أي لا إن جهل البلل أو تيقن عدم وجوده. عندنا في هذه المسألة عدد من المسائل، المسألة الأولى أن هذه استشكلها الخلوتي، فقال ما الفرق بين هذه المسألة وهو خروج المقعدة وأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان فيها بلل دون عدمه، مع قوله في المسألة السابقة لو ظهر طرف مصران فإنه ينقض مطلقا ولم يقيده بالبلل، خلافا لما أورده صاحب الفروع عندما قيده بالبلل، فكأنه رأى ألا فرق بين المسألتين. ولعل الفرق بينهما أن المصران هو داخل جدا وهو قطعا سيكون فيه شيء من أجزاء الآدمي من الأشياء التي تكون فيها بلل ونحوه، بخلاف طرف المقعدة فليس كذلك، فقد يكون جافا أحيانا، هذا الفرق الذي قد نثبته لما استشكله الخلوتي.
المسألة الثانية، كيف يتصور هذه الصورة؟ ذكر الشيخ عبد الغني اللبدي بفتح اللام في حاشيته أن من صور ظهور المقعدة من يكون به باسور أو ناسور، ويفرقون بين الباسور والناسور أن أحدهما داخلي والآخر خارجي، أي خارج الجسد. فذكر الشيخ أن من به باسور أو ناسور دخل ثم خرج فإن حكمه حكم من ظهرت مقعدته ولو كان الباسور خارجيا، لكنه دخل ثم خرج، فإن كان قد خرج مبتلا فإنه ينقض، وإن كان غير مبتل فإنه لا ينقض. هذا كلامه، هذا قال مخرج على هذه المسألة. ثم قال ويتجه، هو عبد الغني قال ويتجه أن الباسور والناسور ينقض مطلقا إذا دخل ثم خرج، طبعا الداخل يخرج من غير دخول، وأما الداخل فيدخل ثم يخرج، فإنه ينقض مطلقا. جاء تلميذ تلامذته وهو بن رباش أظنه تلميذ تلامذته، فقال وما وجهه عبد الغني متجه جدا كذلك. طبعا هو هنا ألحقه بالأمر السابق وهو ما دخل وخرج بلا بلل، اللي هي أول مسألة في الباب. نعم. أو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم نعم. خرج منها أو من قوله فمه. أو صب، بس لكي نبدأ، هو معطوف على قوله لا إن جهل، فكأنه قال لا إن جهل فلا ينقض، وكذلك لا ينقض إذا صب. نعم. أو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو من فمه. نعم. يقول إن المرأة إذا وضع في أذنه دهنا فوصل إلى دماغه، ليس المراد بالدماغ الذي فيه المخ، وإنما المقصود بالدماغ هو تجويف الرأس، إذ في الأذن قنوات قد تصل إلى الحلق، وهناك قنوات يعني تتصل بالأنف وهكذا. يقول فلو صب في دهنه في أذنه فوصل إلى دماغه، أي تجويف رأسه، ثم خرج منها أي من الأذن مرة أخرى، أو خرج من فمه، وهذا قد يتحقق أحيانا يجد طعمه وقد يصل إليه من بعض القنوات، فإن هذا لا ينقض، لأن هذا ليس سبيلا، فلا بد أن يكون خارجا من أحد السبيلين وليس هذا من السبيل. نعم. ولا ينقض يسير ناجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط. نعم. قوله ولا ينقض يسير ناجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل، الخنثى المشكل الذي له آلتان، وهذا طبعا قليل وجوده وخاصة في الدول التي فيها مستشفيات، لأن من له آلتان كل مستشفى يمكن أن يميز فيه كونه ذكرا أو أنثى عن طريق تحليل كروموسومات ذلك الشخص الذي له الآلتان، فيعرف أهو ذكر أم أنثى. فوجود الخنثى المشكل الآن يكاد يكون منقطع تماما، إلا في مكان لا يوجد فيه هذا التحليل، ما عدا ذلك فهو خنثى غير مشكل، بمعنى أنه ميز أهو ذكر أم أنثى، فيعمل له عملية تصحيح الجنس إن اقتدر ماديا طبعا. المراد من هذا أن هذا الخنثى المشكل الذي لم يتميز، إذا كانت له آلتان، آلة أنثى وآلة ذكر، فخرج يسير نجس من أحدهما وليس عارفا يعرف أهو ذكر أم أنثى فلا ينقض. لماذا؟ طبعا يسير النجس يعني مثل دم، مثل دم، فإنه لا ينقض. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة مشكوك هل خرج من السبيل أو من الآلة الأخرى التي ليست بسبيل. قوله غير بول وغائط، فإن البول والغائط ينقض ولو خرج من غير السبيلين كما سيأتي في الناقض الثاني. طبعا بس هذه الجملة لها مفهوم، مفهومها نستفيد منها مفهومين وهما صحيحان، أنه لو خرج يسير نجس من كلا من مخرجين فإنه يكون ناقضا، لأنه قطعا خرج من أحدهما. الأمر الثاني، نعم ذكر المفهوم الثاني اللي هو قوله يسير نجس غير البول والغائط، إذ البول والغائط فإنه يكون ناقضا. نعم. هذا منصوص عليه الكلام. الثاني خروج النجاسات من بقية البدن. نعم. قوله الثاني أي من النواقض خروج النجاسات. النجاسات نوعان، إما بول أو غائط أو غيرها، وغير البول والغائط هما إما قيء أو دم، فالنجاسات إذن أربعة، بول غائط أو دم أو قيء. وسيفصل المصنف بين هذه الأنواع الأربعة، فسيبدأ بالنوعين الأولين ثم يذكر الباقي. وقبل أن نبدأ بهما، قوله من بقية البدن أي من غير السبيلين، فكل ما لم يخرج من السبيلين فيسمى بقية البدن، وسيذكر بعض المنافذ بعد قليل. فإن كانت غائطا أو بولا نقض ولو قليلا. نعم. قوله فإن كانت أي الخارج من غير السبيلين غائطا أو بولا، وهم معروفان،
حقيقتهما، نقض أي نقض الوضوء مطلقا ولو قليلا، أي ولو كان الخارج قليلا جدا فإنه ينقض، كما أن الخارج من السبيلين ينقض ولو كان قليلا. وعبر المصنف هنا بولو قليلا إشارة لخلاف الوفاء خلاف أبي الوفاء بن عقيل ووافقه عليه المجد وغيرهم، أن القليل يعني لا عفوا خلافه متعلق بالمسألة الثانية. نعم كمل. من تحت المعدة أو فوقها، قوله من تحت المعدة أو فوقها هذا الذي تعلق به الخلاف، هذا الذي تعلق به خلاف أبي الوفاء بن عقيل وسأشير له بعد قليل. ما معنى من تحت المعدة أو فوقها؟ المعدة هي المكان الذي يستحيل به الطعام ثم ينزل بعد ذلك للأمعاء. لو كان الجرح النافذ للبدن فوق المعدة فقد يظن أن الطعام لم يستحل بعده، وإن كان دون المعدة فإنه يكون قد مر بمرحلة الاستحالة وهكذا. هذا قول المصنف ولو قليلا من المعدة أو فوقها، يعني أشار بذلك لخلاف أبي الوفاء بن عقيل والمجد، فإنهما يريان أن الناقض هو الخارج من المنفذ تحت المعدة، وأما إذا كان الخارج من منفذ فوق المعدة فإنه لا يكون ناقضا، فإنه لا يكون ناقضا إذا ولو كان بولا أو غائطا. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ تقي الدين، فقط أشيرها استطرادا. عندنا ما يتعلق بالمعدة أو ما فوق المعدة وما تحتها فيها قاعدتان متشابهتان. انظروا معي، القاعدة الأولى متفق عليها في المذهب، أنهم يقولون إن كل ما خرج من فوق المعدة فإنه طاهر إذا خرج من مخرجه المعتاد إلا القيء فقط، ومثله الدم إذا خرج من المعدة، لم يستثنوا إلا القيء. وأما ما خرج من أسفل المعدة من المخرج المعتاد فإنه نجس، هذه ذكروها، والشيخ كان يذكرها في شرح العمدة ويبني عليها بعض المسائل. نأتي في المسألة الثانية فيما إذا كان المخرج غير معتاد. طبق هذه القاعدة المجد بن تيمية تبعا لأبي الوفاء بن عقيل، فقال إنه إذا كان المخرج غير معتاد كجرح ونحوه فإن كان فوق المعدة فليس ناقضا، وإن كان دون المعدة فإنه يكون ناقضا. الأولى في النجاسة من المعتاد والثانية في النقض. نعم. سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين. نعم، يقول سواء كان السبيلان مفتوحين يعني خلقة أو مسدودين، إما خلقة أو يعني بسبب جرح ونحوه. لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية. نعم، هذه مسألة مفيدة. يقول لو أن الشخص انسد مخرجه خلقة، بعض الناس خلقة من حين ولد مسدود يعني المخرج، وتتأخر العملية إلى حين البلوغ مثلا أحيانا لاكتمال نمو جسده فتكمل العملية أحيانا لأجل ذلك، فيفتح له الأطباء فتحة لإخراج الفضلات، أو يكون انسد لأمر آخر من الطوارئ والعوارض التي تكون سببا في انسداد مخرج أحد السبيلين. يقول المصنف إنه لو انفتح محل بتدخل جراحي أو غيره لا يأخذ حكم أحد السبيلين بطريق القسطرة مطلقا، سواء كان انسد خلقة أو انسد يعني مؤقتا أو لغير ذلك من الأسباب، فإنه لا يأخذ أحكام المخرج ويترتب عليه بعد قليل مسائل. نعم. وفي النهاية، طبعا مراده بالنهاية هنا يعني استشكله، فقال بعض المحشين يحتمل أن يكون النهاية للأسجي، ويحتمل أن تكون النهاية لأبي المعالي ابن المنجى، وأظن أن كل الأمرين ليس كذلك، فإن هذه الجملة مأخوذة من الإنصاف، وغالبا ما يطلق صاحب الإنصاف كتاب النهاية ويقصد بها النهاية لبرزين التي اختصر أخذ منها ابن اللحام كتاب تجريد النهاية، وهذا النص ليس موجودا في التجريد لكن النهاية يقال إنها موجودة، فلعله إذا طبع يتبين هل هذه النهاية لبرزين كما هو يظهر والعلم عند الله، أو كما استشكلها الخلوة وغيره أنه يكون إما للأسجي أو لغيره. وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى. نعم، صاحب النهاية يقول إن كان السد خلقة من حين الولادة فحينئذ المنفتح هو الذي يأخذ حكم السبيل، ينبني عليه أحكام سيذكرها بعد قليل المصنف، وأما المسدود كعضو زائد، المسدود خلقة قصده، فيكون كعضو زائد لا أثر له وجوده كعدمه، لأنه لا يكون سبيلا لخروج الفضلات. نعم. ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد. نعم، قوله ولا يثبت للمنفتح هذا تخريج على القول الذي قدمه المصنف وهو المذهب،
أن المنفتح لا يأخذ أحكام المعتاد، فلا يأخذ حكم أحد السبيلين. ما هي الأحكام؟ فلا ينقض خروج الريح منه. أولها قال لو خرج من منفذ مثل فتحة القسطرة ريح فإنه لا ينقض. الثاني ولا يجزئ الاستجمار فيه. قوله ولا يجزئ الاستجمار، بل لا بد من الغسل بالماء، ولا نسميه حتى استنجاء، بل نسميه غسلا بالماء. وأما الاستجمار فهو إزالة لحكم الخارج من السبيلين ما لم يتعد محلهما، وهذا ليس محلا لهما. وغير ذلك مما ينبني على ذلك، مثل على سبيل المثال يقولون هل لمسه يكون ناقضا للوضوء أو ليس بناقض للوضوء، وخروج المني من هل يكون يعني يأخذ حكم خروجه من أحد السبيلين أم لا. وإن كانت غير الغائط والبول. النوع الثاني إذا كانت النجاسة غير الغائط والبول وعبر بها. كالقيء والدم والقيح. عبر المصنف قال كالقيء والدم والقيح. القيح هو دم ولكنه تغير لونه فصار أبيض أو أصفر، فكل هذه وهي في الحقيقة داخل في الدم. فالأصل أن النجاسات أمران، غير البول والغائط هو القيء والدم فقط، وما عداها يمكن إرجاعه إلى واحد منهما. لم ينقض إلا كثيرها. قال لا ينقض إلا الكثير دون القليل، أما القليل فلا ينقض. وقد حكي على ذلك اتفاق كثير من السلف رحمهم الله تعالى، فقد جاء عن جماعة من التابعين وغيرهم أن القلس أو القلس لا ينقض الوضوء وهو قليل القيء، ومثله الدم الذي سيأتي أثره بعد قليل أو دليله. وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قوله وهو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذه بيان لحد الكثير الذي ينقض. والمذهب فيه قولان عند المتأخرين، ما هو ضابط الكثير الذي ينقض؟ فالذي مشى عليه المصنف وكثير من المتأخرين أن ضابطه هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. قولهم بحسبه، قالوا مثل عثمان قال أي بحسب باطنه، أي ما في داخله، ومعنى ذلك أنه يكون بحسب اعتقاده هو والحالة التي هو عليها. إذن هذا هو المشهور عند أغلب المتأخرين. هناك قول آخر استظهره جماعة منهم المرداوي في التنقيح والشويكي وغيرهم، أن الكثير هو ما فحش في نفس أواسط الناس وليس في نفس كل شخص بحسبه. والقول بأنه بالعبرة بأواسط الناس الحقيقة فيه تشدد أكثر من المذهب، وذلك أن بعض الناس يكون قد يخرج منه دم كثير، وهذا الدم الكثير معتاد على خروجه، فهو بحسبه يعتبر قليلا وعند غيره يعتبر كثيرا. وربط الشخص بأواسط الناس فيه مشقة عليه، كما أن القاعدة العامة أن ما يتعلق من المقدرات بنفس الشخص فإنه يكون ملحقا بالعادة، وما يتعلق بالمجموع فلا يلحق بالعادة وإنما يلحق بما ينضبط كالعرف وأواسط الناس. فلما كان النقض متعلقا بالشخص فربطه بعادته هو فإنه يكون أضبط وأدق. ولذلك فإن ما عليه أغلب أصحاب أحمد من المتأخرين الحقيقة أيسر وأظهر في الضبط، وهو الأوفق للأثر الذي جاء عن ابن عباس واحتج به أحمد، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكثير ما فحش في نفسك، إذن القليل ما دون ذلك، فهو أوفق للأثر وهو أصلح للناس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الضابط ذكر بعض المحققين من المتأخرين أنه خاص بالدم فقط دون القيء، وأما القيء فإن ضابطه ملء الفم، فما كان دون ملء الفم فهو قليل، لأنه يكون قلسا أو قلسا بسكون اللام أو تحريكها، وما زاد عن ذلك فإنه يكون كثيرا. فيكون ضابط التفريق بين القليل والكثير في القيء مرده إلى اللغة، وفي الدم مرده إلى العرف الخاص أو العام، على اختلاف القولين في المذهب الذي ذكرت لك قبل قليل. إذن وهو الأقرب أن نقول وهو عائد، وهو قول بعض المحققين من المتأخرين، أن عائد للكثير في الدم خاصة دون القيء، وإن كان ظاهر كلامهم أنه عام في الأمرين. فلو مص علق أو قراد لا ذباب وباعوض دما كثيرا نقض. قوله فلو مص علق، العلق هذه نوع من الديدان
يقول أنها تعيش في المستنقعات ونحوها منذ القدم، كانوا يستخدمونها في العلاج، ووجه العلاج بها أنهم يقولون تجعل لمص الدم، فتمص الدم بطريقة يمكنها أن تحرك الدم في شعيرات الدم في أطراف الأصابع اليدين وفي الرجلين، فتكون سببا بأمر الله عز وجل بمنع الجلطات. وهذا مذكور في الطب القديم العربي واليوناني والهندي كذلك، بل إن في الطب الهندي أن العلقة يستخدم مكان الحجامة. ومن أشهر الذين عنوا بالطب الهندي من علمائنا ابن الجوزي في كتابه الطب، فإنه عني بطب الهنود، وأما غيره فقد يعنى بطب الفرس، وبعضهم يعتري بطب اليونان. وعلى العموم فإن كل هذه العلوم ترجمت في قرون معينة من قرون ونقلت إلى العربية، وبعضهم يسميها طبا نبويا أو تلحق بالطب النبوي، وهو حقيقة نوعان مختلفان. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالعلق، ويعني معروفة هي دودة موجودة الآن تستخدم كعلاج ونحو ذلك. وقوله القراد، القراد كلنا نعرفه، يعني يكون مع في الإبل ويكون في بعض البهائم وغيرها. والقراد في الحقيقة هو يعني يصنف من العناكب، وهو دائما ليس علاجا، ولا أظنه علاج، ما أعرف أنه علاج. لكن وإن كان نقل ابن سينا في كتابه القانون أنه يستخدم علاجا، قال ولم يثبت بالتجربة، وقفت عليه في موضع واحد ويحتاج إلى مراجعة أكثر، فلست معنيا في ذلك. لكن على العموم القراد يكون يصيب الشخص فيضره، إذا امتص دمه هو مضر للآدمي. فالأول علاج العلق، والثاني قراد. طبعا لماذا أنا ذكرت هذا الشيء؟ لأني وجدت بعض فقهاء المذهب يعلل بأن مص العلق والقراد كلاهما من باب التطبب، أما العلق فهو واضح، وأما القراد فلم أجده صريحا بأنهم يقولون أنه تطبب، بل هو في الحقيقة داء. وهذا المعروف عندنا في العامة أن القراد، إحنا باللهجة العامة نسمي القراد، القراد إذا جاء على الحيوان ضرة فكيف بالآدمي إذا امتص دمه؟ نعم، قال إذا امتص العلق أو القراد دما كثيرا نقض، وإن كان في جوفه، يعني ذلك القراد أو العلق. قال لا ذباب وبعوض، فإن الذباب والبعوض الذي يأخذه قليل وليس بكثير. وقد جاء أن ابن عمر يعني فقأ بثرة فلم ينتقض وضوءه وهو دم قليل، فدل على أن مص الذباب والبعوض كذلك. طبعا عندما نقول الذباب، إذا أطلق الذباب ليس المراد بالذباب الذي نسميه نحن ذبابا فقط، بل هو أشمل من ذلك. وقد جاء في حديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار إلا النحل، فكل ما ذب عن الوجه، يعني جاء الوجه ويذب من هذه الحشرات الصغيرة فنسميه ذبابا. فلا يلزم أن يكون مراد المصنف هو الذباب الذي نعرفه، فقد يكون أو يقول بعض الإخوة إن هذا الذباب الذي نعرفه لا يمص الدم، فلماذا ذكره؟ نقول إن المراد كل ما كان من هذا النوع. نعم، ولو شرب ماء وقذفه في الحال فنجس وينقض كثيره. نعم، قوله ولو شرب ماء وقذفه، مراده بشرب ماء أي شرب ماء ووصل إلى جوفه، وليس المراد به إذا يعني بقي في فمه، لأن تذكرون عندما تكلمنا عن صفة الوضوء أن الماء إذا نزل إلى الجوف يسمى شربا، إذا مراده بشرب الماء أي نزل إلى الجوف، فلا يسمى الفعل شربا حتى ينزل إلى الجوف. فلا بد من الانتباه لهذه الجملة، لأن قد يأتي المستعجل فيظن شرب الماء أن يصل في الفم ثم يخرجه، لا، ليس مرادهم، فالشرب لا بد أن يكون قد وصل إلى الجوف. يقول لو أن امرأة شرب الماء فوصل إلى جوفه ثم قذفه قصدا أو يعني غلبه فخرج وحده، فإنه يكون ناقضا للوضوء. وهذا يدلنا على مسألة وهي قاعدة في المذهب، وهو أن النجاسة للطعام تكون لوصوله إلى الجوف وليس لاستحالته في الجوف. هذه قاعدة ذكرها بعض أصحابنا، وهو كذلك، هذا هو المذهب، ليس لأجل الاستحالة وإنما للوصول. فمن حين وصول الطعام إلى الجوف ولو خرج على حاله من غير تغير فإنه يكون في حكم القيء كذلك، بشرط أن يكون كثيرا لا قليلا، وضابط القليل والكثير إما أن نقول مطلق العرف، وإما أن نقول ملء الفم وهو القلس. وذلك قال فنجس أي فيكون نجسا بوصوله الجوف، وينقض كثيره، وضابط كثيره أي ينقض كثيره من المقذوف، وضابطه ما ذكره المصنف وأشرت إليه. نعم،
ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ولا جشاء النصة. نعم، قوله ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس، أما صدر واضح البلغم الذي يخرج من الصدر والذي يخرج من الرأس أي من الجيوب الأنفية، وبعضهم يسمي هذه نخامة وهذه نخاعة. وأما المعدة فإنه يخرج منها بلغم يكون أبيض فيه زبد، وهذا يخرج من المعدة ولا يخرج من الصدر أو من أطراف المعدة أعلاها. وكل هذه الأمور الثلاثة يقولون إنها ليست ناقضة لقلته، وعلل المصنف لطهارته لأنه معفون عنه لطهارة لقلته. قال ولا جشاء، المراد بالجشاء هو القلس أو القلس، سواء سكنت اللام أو حركتها فإنهما وجهان صحيحان في اللغة. فكل ما خرج من المعدة ولم يملأ الفم فإننا نسميه قلس أو نسميه جشاء، فضابطه أن لا يملأ الفم، وذكرناها قبل قليل. قوله نصا أي نص عليه أحمد، وهذا للآثار المروية عن الصحابة عن التابعين رضوان الله عليهم. الثالث أي الناقض الثالث، زوال العقل أو تغطيته ولو بنوم. نعم، قوله زوال العقل، الزوال العقل يكون بالجنون، وتغطيته يكون بأحد أمرين، بالإغماء أو بالنوم. التغطية تكون بالإغماء والنوم لأن الجنون ذهاب والتغطية تأقيت. وقد ذكر بعض الفقهاء أو اللغويين أن المغمى عليه يكون مغلوبا على عقله، وأن المجنون يكون مسلوبا لعقله، والنائم يكون مستور العقل. فعلى العموم ما تصنيف المؤلف الثنائي أو ما ذكره بعضهم أنها ثلاثية، النتيجة واحدة. إذن زوال العقل ينقض مطلقا، إن كان بزوال العقل فإنه بإجماع بالإغماء وبالجنون، وبالنوم على خلاف. لماذا ذكرت الخلاف هنا؟ لأن المصنف قال ولو بنوم، أشار المصنف هنا للخلاف، والحقيقة الذي يظهر أنه ليس خلافا، بل إن قوله ولو بنوم من باب التنبيه على هذه الصورة، لأن بعض أصحاب الإمام أحمد أنكر أن يكون في مذهب أحمد رواية أن النوم ليس ناقضا للوضوء، وأثبت هذه الرواية بعض الأصحاب ومنهم بن قندس وغيره، فقال إن هناك رواية، وذكر الخلاف في هل تثبت الرواية أو ليست برواية. إذن هنا ولو لا يمكن أن تكون إشارة لخلاف قوي، لأنه أنكر وجود هذا الخلاف في المذهب، وإن كان غير أصحاب أحمد قد يقولون بذلك. نعم. وقال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم يخرج منه شيء إلا نوم النبي عليه الصلاة والسلام ولو كثيرا. نعم، قوله قال أبو الخطاب وغيره، نبهت على هذه المسألة وأعيدها هنا. إذا قال فلان بدون واو، فمعناه أن ما قاله هذا الرجل معتمد. وأما إذا قالوا وقال فلان، فمعناه أن ما ذكره ليس بمعتمد. هنا أتى بها بدون الواو، فقوله قال أبو الخطاب وغيره أي من علمائنا، لو تلجم أي غطى مخرج البول والغائط فلم يخرج منه شيء، فإنه ينقض كذلك. وهذه من باب القاعدة المشهورة أن المظنة تنزل منزلة المئنة، وأن النادر لا حكم له يوافق جنسه، وإنما يكون حكمه لا حكم له يوافق عينه، وإنما يكون حكمه حكم جنسه. نعم، قال إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أي حال كان. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء. دليل هذه الخصيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عيني تنام وإن قلبي يقظان، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن نومه لا ينقض الوضوء، ويعني ينبني على ذلك بعض أخباره عليه الصلاة والسلام الخاصة به. واليسير عرفا من جالس وقائم. نعم، قوله واليسير هكذا مضبوط معنا في النسخة، الصواب أن تكون منصوبة واليسيرة، لأنها معطوفة على قوله إلا نوم النبي، يعني زوال العقل ينقض الوضوء إلا نوم النبي واليسيرة، فتكون معطوفة على المستثنى، فهي معطوفة على المستثنى. طيب، قوله واليسيرة عرفا من جالس أو قائم، النوم نوعان، ناقض للوضوء وهو الكثير هكذا يعبرون عنه، وغير ناقض للوضوء وهو اليسير. وقبل أن نبدأ بكلام المصنف أريد أن أبين كيف يمكننا التمييز بين القليل وهو بين اليسير وبين الكثير. ذكر الفقهاء أربعة نسميها أربعة أمور أو, أو,
أربعة أمور يمكن التمييز فيها بين اليسير والكثير. ذكر المصنف اثنين، واثنين ذكرهما الزركشي وأيده عليهما البهوتي وكثير من المتأخرين. نبدأ بما ذكره المصنف، فذكر المصنف هنا الأمر الأول وهو الهيئة، فيعرف النوم القليل من النوم اليسير بالهيئة، بأن يكون كما ذكر مضطجعا أو محتبيا أو متكئا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا، سيأتي تفصيلها بعد قليل. فينظر حينئذ للهيئة، فمن كانت هيئته بالصورة التي أوردها المصنف فإن نومه كثير بغض النظر عن طوله وقصره. الأمر الثاني ذكره المصنف وهو أن يكون في نومه على أي هيئة رأى رؤيا، فقاعد عندهم أن من رأى رؤيا فإن نومه كثير ناقض للوضوء، ومن لم يرى رؤيا فيحتمل أن يكون قليلا أو كثيرا. هذان الأمران أوردهما المصنف. بقي عندنا أمران آخران، وهو أن يكون النائم لا يسمع من بجانبه، فقد ذكر ذلك الزركشي وقال إن العادة عليه ومشى عليه المتأخرون ولم يعترضوا عليه، وهو أن النائم إذا كان لا يسمع من بجانبه أو لم يسمع من بجانبه فإن نومه يكون نوما كثيرا ناقضا للوضوء، وأما إذا كان يسمع كلامه ويفهمه فإنه يكون يقظانا وليس بنائم، وأما إن كان يسمعه ولا يفهمه فإنه نوم يسير. أحسنت، هذه الثالثة. النوم الحالة الرابعة أن يكون أن تكون هيئته هيئة قائم، هيئة نوم يسير، أن تكون هيئته هيئة نوم يسير، وهو القائم أو الجالس ثم يسقط من قيامه أو جلوسه، فإذا سقط منهما دل على أن نومه حينئذ نوم كثير. وهذا أيضا كما قلت لكم ذكره الزركشي وأقره عليه البهوتي ومن بعدهم ولم يعترضوا عليه. إذن هذه الأربع. ننظر في كلام المصنف، وغالب كلام المصنف متعلق بالأمرين الأولين. نعم، قال نعم، واليسير عرفا ليس بناقض من جالس وقائم. إذن هيئة الجلوس والقيام لا تكون ناقضة من النائم، هذه الهيئة لا تكون ناقضة إذا نام فيها لأنها نوم يسير، بخلاف هاتين الهيئتين، وسيذكر الهيئة الأخرى وهو المضطجع وغيره، فإنه يكون ناقضا ولو كانت فترة قصيرة. لكن من كان قد نام وهو قائم، ومعنى كونه قائما أي معتمدا على قدميه بحيث إذا رفع قدميه سقط، فإنه حينئذ يكون نومه يسيرا. ومثله أيضا الجالس الذي يكون معتمدا على مقعدته فقط دون يد أو ظهر أو عصا ونحوها. استثني من ذلك صورة لذكرها الزركشي، وهو إذا سقط من قيامه وجلوسه فإنه حينئذ يكون نومه كثيرا. نعم. فإن شك في الكثير لم يلتفت إليه، قوله فإن شك في الكثير لم يدري، تردد هل نومه كثير أم أنه يسير، فنقول لا يلتفت في الكثير وإنما يكون يسيرا لأن الزائد مشكوك فيه. فقوله فإن شك في كثير مراده أي كثير نوم، فقوله الكثير أي كثير نوم. نعم، لم يلتفت إليه لأنه شك ولا عبرة بالشك. وإن رأى رؤيا فهو كثير. نعم، هذه المسألة الثانية التي يعرف بها النوم الكثير، وهو أن يرى رؤيا بغض النظر عن هيئته، سواء كانت هيئته قائما أو قاعدا أو غيره. هذه الصورة لم يذكرها غير صاحب الإقناع أو مثل المنتهى وغيره، ولذلك جزم بعض المتأخرين من أصحاب أحمد أن هذه غير معتبرة، وممن صرح بنفيها الشيخ عبد الرحمن بن علي بن سلطان العائذي المتوفى سنة 1121 في كتابه المجموع، فإنه صرح أن رؤيا الرؤيا لا يكون دليلا على أن النوم يسير، لا يكون على أن النوم كثير عفوا، وإنما تحتمل أن يكون قليلا أو يسيرا، ولكن مشى المصنف على هذا القيد ولم يعترض عليه البهوتي، ولكن ظاهر كلام المنتهى عدمه لأنه لم يذكره، وجزم به عبد الرحمن بن سلطان العائذي. نعم. وإن خطر بباله شيء لا يدري أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه. نعم، هذه صورة من صور أو تطبيق على قول المصنف فإن شك في كثير لم يلتفت إليه، فهذا تمثيل لها، أنه إذا خطر بباله شيء لا يدري هل رأى رؤيا، هنا شك
هل هي رؤيا فتكون كثيرا بناء على أن الرؤيا أن رؤيا النائم للرؤيا تدل على أن نومه كثير، أو أنه حديث نفس فحينئذ ليس مستيقنا من كونها رؤيا فحينئذ نعتبره يسيرا. فقوله فلا وضوء عليه أي لأنه مشكوك في أن نومه حينئذ نوم كثير. طبعا مراده في هذه الصورة فيما إذا كان قد رأى الرؤيا وهو على هيئة القيام أو الجلوس، وأما إذا رأى الرؤيا أو شك يعني لكنه ولو نام قليلا وهو على هيئة الاضطجاع أو الاستناد وغيره فإنه حينئذ يكون ناقضا، فيجب أن ننتبه لهذه المسألة. نعم. وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. نعم، هذه الهيئة المؤثرة في المعتبرة في النوم الكثير، وهي الصورة التي أوردها المصنف. نبدأ بآخرها لأنها الأصل، وهو قوله كمضطجع، الكاف هنا للتشبيه وليست للتعليل، لأنه لم يردها قبل، لو أوردها قبل لقلنا إنها للتعليل، ولكن هنا للتشبيه فدل على أنها هي الأصل، وما قبلها ملحق بها ومقاس عليها. فإن المضطجع ولو نام يسيرا ينتقض وضوءه، ومثله الراكع، ووجه كون الراكع كذلك قالوا لأن الراكع يكون معتمدا بيديه على ركبتيه فيكون اعتماده بيديه فينقض ولو يسيرا. ساجد لأنه معتمد بيديه ووجهه على الأرض، ومستند ومتكئ. المستند يعني أسند ظهره إلى جدار أو كرسي، والمتكئ يكون متكئا بيده على جدار أو وسادة أو نحو ذلك. ومحتب الاحتباء واضحة، وهي جلسة القرفصاء مع ربطها بيديه أو بخرقة مثل جلسة أخونا مسعود، هذه تسمى احتباء. فإن نام بهذه الهيئة فإنه حينئذ يكون قد انتقض وضوءه. ومثله كل جلسة يكون معتمدا، بعض الناس تراهم في الحرم في الجلسات الطويلة ينام وهو متربع ثم يجعل يديه على وجهه ومنكبيه على فخذيه أو على ركبتيه، فهذا في الحقيقة معتمد على يديه، فمثل نومه ولو يسيرا ينقض الوضوء. الرابع. نعم، الرابع من نواقض الوضوء مس ذكر آدمي. نعم، ذكر آدمي مراد بالذكر القبل، آدمي يخرج الحيوان، وعبر بالآدمي ليشمل الصغير والكبير ونحو ذلك. نعم. إلى أصول الأنثيين. نعم، إلى أصول الأنثيين هذا هو منتهى ما ينقض الوضوء، وما دون ذلك هم الأنثيان مسهما لا ينقض الوضوء. مطلقا بيده. قوله مطلقا يشمل سواء كان المس من نفسه أو من غيره، وسواء كان المس بشهوة أو لغير شهوة، وسواء كان المس عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه حينئذ ينقض الوضوء كذلك، وسواء كان المس ذكرا أو أنثى. وقوله بيده المراد باليد الكف، فإن حدها يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالرسغ، وأما الذراع فإنها وإن كانت تسمى يدا لكن القاعدة أنه إذا أطلقت اليد فإنها تشمل أقل ما يصدق عليها وهي الكف، كما في قول الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وهو أقل ما يصدق عليه. نعم. ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه. نعم، أو بحرفه. الكف لها ثلاثة أطراف، البطن وهو الذي نقبض به الأشياء، والظهر وهو الذي فيه الأظافر، والحرف وهو الجانب. وقول المصنف وبحرفه يشمل حرف الكف وحرف الأصابع معا، فأما حرف الكف فواضح وهو الطرف الذي يكون مقابل الخنصر، وأما حرف الأصابع فهو الأطراف التي تكون من بين الأصابع، فكل الذي تكون بين الأصابع تسمى حرف الأصابع. إذن فقوله أو بحرفه أي بحرف الكف أو بحرف الأصابع معا فإنه يشمله كذلك. لماذا أكد على هذه المسألة؟ لأن بعضا من المذاهب يرون أن النقض إنما هو خاص بالمس ببطن الكف، ولكن نقول إن الخبر جاء مطلقا، والمطلق يشمل اليد بجميع صفاتها، بجميع صفاتها ظهرا أو بطنا أو حرفا. نعم. غير ظفر من غير حائل. نعم، قوله بغير غير ظفر أن الظفر المس به لا ينقض، سواء الظفر الطائل أو الظفر الأصلي لأنه في حكم المنفصل. قوله من غير حائل هذا هو الشرط، لابد أن يكون مسا من غير حائل، والمس بحائل لا ينقض. نعم. ولو بزائد، أي ولو كان المس بزائد، إما بيد زائدة أو بإصبع زائد في اليد فكلاهما يكون ناقضا، أو بي 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 بجلد زائد كثالول ونحوه، تعرفون الثالول ونحوه. نعم، أو الثآليل. نعم. وينقض مسه بفرج غير ذكر. قوله وينقض مسه، الضمير في قوله مسه
أي وينقض مس الذكر بفرج غير الذكر، يعني بفرج يشمل قبل أو دبر غير الذكر وهي الأنثى. فالمباشرة بدون حائل لقبل أو دبر يكون ناقضا، وهذا قالوا دليله القياس الأولوي. القياس الأولوي نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس ذكره أو فرجه أو دبره ولا مس بائن ومحله. طيب، يقول ولا ينقض وضوء ملموس، الملموس إما ذكره أو فرجه أو دبره. الذكر واضح، والفرج يشمل القبل فيكون من باب عطف العام على الخاص، والدبر كذلك. قال ولا مس بائن ومحله، فأما البائن فهو المقطوع، وصورة المقطوع مثلا على سبيل المثال الختان إذا قطع مثلا فإن مسه لا ينقض، ومحله أي محل الذي قطع فيه إذا كان قد أبين، نعم، وهو الذكر المقطوع. نعم. وقلفة وفرج امرأة بائنين. نعم، القلفة هي جزء أيضا مقطوعة وهي جلد الذكر الذي ذكرته قبل قليل، فإنه لا ينقض. وفرج امرأة بائنين إذا قطع ذلك بختان ونحوه. نعم. ولا مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة. نعم، هذه مثل الذي ذكرناها قبل قليل، أن المنفتح فوق المعدة أو تحتها لا ينقض، لأنه لا يأخذ حكم السبيل ولو كان السبيل منسدا خلقة كما مر معنا في كلام صاحب النهاية. وهذا معنى قوله ولا مس غير فرج كالمنفتح فوق المعدة أو تحتها، يقول سواء كان السبيلان الأصليان منسدان خلقة أم لا، بالتأكيد على خلاف صاحب النهاية. ولا مسه بغير يد غير ما تقدم. قوله ولا مسه بغير يد، فالمس بغير اليد الكف المراد بها لا ينقض، ولو كان ذراعا لا ينقض، وهذا لا شك فيه. نعم. غير ما تقدم. قوله غير ما تقدم وهي الصورة التي ذكرها في قوله وينقض مسه بفرج غير ذكر، فلا ينقض إلا إذا يعني مس القبل، مس القبل القبول من غير حائل. نعم. ولا مس زائد. ولا مس زائد يعني العضو الزائد. نعم، واضح. فإن لمس قبل خنثى مشكل وذكره ولو كان هو اللامس نقض. كمل. لا أحدهما إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة أو تمس المرأة فرجها لها. نعم، هذه المسألة لخص فيها المصنف 72 مسألة. يقول الشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى أن هذه المسألة فيها 72 صورة، فهو إما أن يكون اللمس لفرجي الخنثى معا، أو يكون اللمس لأحد الفرجين فقط دون الثاني، وقد يكون اللمس من الخنثى نفسه، وقد يكون اللمس من غيره، أو يكون اللمس منهما معا، وذلك الغير قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى وقد يكون خنثى، هكذا قال. وهذا اللمس قد يكون معه شهوة وقد يكون بغير شهوة، وقد تكون الشهوة من أحدهما دون الآخر وقد تكون منهما معا. ثم قال فمحصل هذه الصور 72 صورة، ثم ذكر قاعدة عامة أو مناطا كليا، وهو أن متى وجد في حقه أي الخنثى أو آخر ما يحتمل النقض وعدمه، فحينئذ نتمسك بيقين الطهارة ولا نحكم بنقض الوضوء، ومتى وجد اليقين بأنه ناقض فنتمسك. هذه المناط الكلي. أما تطبيق 72 صورة فغالبا لا تخرج عن الصور التي أوردها أو السطرين التي أوردها المصنف. نأخذ كلام المصنف بسرعة بس من باب فائدة الفقهية، وإلا كما ذكرت لكم أن الخنثى قد لا يوجد الآن. يقول فإن لمس، أي لمس الشخص قبل خنثى مشكل أي له الآلتان وذكره، فحينئذ جمع باللمس للآلتين معا التي للخنثى، ولو كان هو اللامس، أي ولو كان الخنثى هو اللامس لنفسه، نقض. لا أحدهما أي لم يلمس أحدهما فقط كذكر أو قبل فقط دون الآخر، فإذا لمس أحدهما وهو ذكر أو قبل الخنثى فإنه لا ينقض، إلا استثناء من الاستثناء، والاستثناء من الاستثناء يعيد الحكم لما قبل الاستثناء، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة أو تمس المرأة فرجه لها،
قوله إلا أن يمس الرجل ذكره، الضمير لا يعود للرجل وإنما يعود للخنثى، أي إلا أن يمس الرجل ذكر الخنثى لشهوة، فحينئذ ينقض لأجل كونه لمسا لا مسا. أو تمس المرأة فرجه أي الخنثى لها أي للشهوة فينتقض منه دون الممسوس. هذه ملخص الصور والقاعدة ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. وينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره، ومس امرأة فرجها طيب. الذي بين شفتيها. يقول وينقض مس حلقة دبر، الدليل عليه حديث أم حبيبة من مس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر، وإن كان في كتب الفقهاء يطلق الفرج يعني أحيانا على المعنيين وأحيانا يخص به يعني القبل. نعم. قوله دبره منه، نعم، وينقض مس حلقة دبره منه أي إذا مس حلقة نفسه، وأما يسمونها يعني الإليتين، صفحة الإليتين، فإنه لا ينقض مسها. أو من غيره، أو مسها من غيره، واستظهر بعض المتأخرين وهو الشويكي أنه لا ينقض المس، مس حلقة الدبر، تمسكا بظاهر الحديث الأول حديث من مس ذكره، ولكن الذي عليه عامة المتأخرين أن مس حلقة الدبر تنقض. نعم. ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها، نعم، هذا ينقض كذلك، الذي يكون نعم كذلك، وهو مخرج بول وماني وحيض. نعم، عندنا قاعدة أن السبيلان تشمل مخرج البول وتشمل مخرج الولد الذي هو مخرج المني والحيض المرأة. نعم. لا شفريها، وهما لا شفريها وهما اسكتاها، نعم، هذا هذا الخارج، فلا مس الخارج لا ينقض وإنما الداخل. نعم. وينقض مس فرج امرأة أخرى، نعم، هذه المسألة فيها تقديم وتأخير. المراد بهذه المعنى يعني لابد أن يكون، نقول أن هذه المسألة فيها فاعل محذوف دل على حذفه سياق الكلام. الفاعل هنا محذوف وهو امرأة، فكأن المصنف قال وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، فيكون قوله مس فرج امرأة أخرى من باب حذف المضاف وإضافة الفعل للمفعول به، حذف الفاعل وإضافة الفعل للمفعول به دون فاعله. إذا أرجعنا الفاعل أضيف إليه فنقول مس امرأة فرج امرأة أخرى، فإذا قوله مس فرج امرأة أخرى يعني المرأة إذا مست امرأة فرج امرأة أخرى ولو صغيرة فإنه ينقض، ولو كانت بنتا لها تريد يعني تطهيرها وتنظيفها. ومس رجل فرجها ومسها ذكره، نعم، مثل التنظيف وغيره. نعم. ولو من غير شهوة، ولو من غير شهوة، لأن هذه لا يشترط لها الشهوة. نعم. الخامس، نعم، مس نعم، هذا هو الناقض الخامس، وعبر مصنف بقوله مس. لعلي أقف قليلا بقضية التعبير المصنف هنا بمس. لماذا أقول هذا؟ لأن بعضا من الفقهاء وبعضهم يقول كثير من الفقهاء يعبر في الناقض الخامس باللمس بينما يعبر في الرابع بالمس، وهل هناك فرق بين المس واللمس؟ أهل اللغة يقولون لا فرق بينهما، بل قد قال الشيخ تقي الدين من فرق بينهما في دلالة، يقصد في دلالة اللغة ودلالة الشرع، فقد فرق بين متماثلين بلا دليل، فالمس واللمس معناهما واحد في الجملة. نعم، عند من يرى عدم الترادف يزيد في أحدهما على الآخر زيادة، لكن لا بد لها من دليل. بينما استخدام الفقهاء، وانظر هنا لاستخدام الفقهاء، استخدام الفقهاء يفرقون بين المس واللمس، فيقولون إن المس يكون باليد فقط واللمس يكون بسائر أجزاء البدن. نبه على هذا الملحظ ابن قندس في حاشيته على الفروع، وقال غالب الفقهاء على ذلك يفرقون بين المس واللمس. إذن التفريق بين المس واللمس هو اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغوي، يجب أن ننتبه لهذه المسألة. المصنف هنا رجع لاستعمال اللغة فلم يفرق بين المس واللمس، وإن كان قبل ذلك عبر باللمس قبلها بسطرين عندما قال ولو كان هو اللامس أظن هنا أو غير ذلك تمرت معنا. نعم. إذن هذه الباب الفائدة فقط لكي نعرف من فرق ومن لم يفرق. طيب، قوله مس بشرته، الضمير هنا عائد للذكر أي مس بشرة الذكر، وهذا يشمل جميع أنحاء جسده، بشرة أنثى أي البشرة التي يمسها مباشرة،
نعم. ومسوا بشرتها بشرته. ومسوا بشرتها بشرته، أي مسوا بشرة الأنثى للذكر. نعم. لشهوة من غير حائل. قوله لشهوة هذا قيد وشرط، فإن مس البشرة للبشرة لا ينقض إلا إذا كان لشهوة، لأجل الجمع بين الأدلة، وذكرت الأدلة في غير هذا الدرس، فالأصل في هذا الدرس عدم ذكر الأدلة لكي لا يطول عن الدرس. من غير حائل هذا القيد الثاني، إذا القيد الأول لابد أن يكون بشهوة من الماس، والقيد الثاني لابد أن يكون المس البشرة مباشرة من غير وجود حائل، فإنه حينئذ ينقض إذا وجدت الماسة. نعم. غير طفلة وطفل. نعم، قوله غير طفلة وطفل، مرادهم بالطفل والطفل هنا من كان دون سبع، فمن كان دون سبع سنين أي لم يكمل السبعة كاملة فإنه سمى حينئذ في هذا الباب طفلا. ومعنى هذه الجملة قوله غير طفل وطفلة أنه لا ينقض مس الرجل لطفلة ولا مس المرأة لطفل ولو وجد من أحد الماسين شهوة، لأن هذا خلاف الفطرة وهذا منهي يعني عنه غير مقبول، عادة لا يوجد هذا الشيء، وهذا الذي قد يوجد من بعض الناس نادر وحينئذ لا يعتبر، بل هو قطعا لا يوجد إلا من فئات أقل من القليل جدا، يعني حتى يكاد يعدم عند ذوي الفطر السوية وهو التفات الأطفال. نعم. ولو بزائد أو لزائد. نعم، قوله ولو بزائد أو لزائد، أو لو بزائد أي لمس مس بشيء زائد من جسده كإصبع ويد، أو لزائد يعني لمس منها أو هي لمست منه عضوا زائدا كيد أو رجل أو أصبع. يعني هنا قيل لو أن المصنف قال ولو بزائد لزائد لكان أدق، ووجه الدقة في ذلك أن قوله ولو بزائد أو زائد يجعل الصورة تخير بين أمرين فقط، لكن لو قال ولو بزائد لزائد فتشمل ثلاث صور، بزائد لغير زائد، بزائد لزائد، المس بغير زائد لزائد، وعلى العموم هي أمرها سهل. نعم. أو شلاء، أو كان مسه بشلاء أو لشلاء، نفس الحكم. ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى. نعم، قوله ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما له من محارمه التي يحرم نكاحها ويجوز له النظر إليها، لأن من النساء من يحرم نكاحها ولا يجوز النظر إليها مثل الملاعنة. قال أو صغيرة تشتهى، والصغيرة التي تشتهى ضابطها عندهم بالسن، وهي التي تكون فوق سبع، إذا جاوزت السبع فإنها حينئذ تكون كذلك يحرم مسها، يعني تكون لها عورة أولا، ومسها بشهوة ينقض الوضوء، ويترتب عليها أحكام كثيرة مذكورة في محلها. نعم. ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه. نعم، من لمس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة. نعم، قوله ولو وجد منه شهوة أي ولو وجد من هذا المس شهوة، لأن هذه الشهوة أضعف من شهوة المس، الماس غير الممسوس. نعم. ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر. نعم، قوله ولا بانتشار عن فكر وتكرار نظر، أتى المصنف بهذه الجملة لأنه قد يقول شخص إن المس قلنا إنه لشهوة، وهذه الشهوة إذا وجدت من غير مس هل ينتقض به الوضوء أم لا، فناسب أن يذكر هذه المسألة عقب المسألة السابقة، وصورة وجود الشهوة المتيقنة أن يوجد انتشار، فإن وجد انتشار عن فكر أي تفكر بصورة ونحوها أو تكرار نظر، عبر بتكرار النظر لأن النظرة الأولى ليست بإرادة منه وإنما ما كان بفعل منه هو التفكر أو تكرار النظر، فإنه حينئذ لا ينقض مجرد انتشار، وإنما ينتقض إما بمس أو بخروج مذي فإنه ينتقض حين ذاك. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالانتشار بالمباشرة، لأنها سبق حكمها، فإن المباشرة إذا كانت بدون حائل فإنها تنقض، وإن كانت بحائل فإنها لا تنقض، لأنه لم يجد الشرط المذكور في أول هذا الناقض. نعم. ولا مس شعر وظفر وسن وعضو مقطوع. نعم، لأن هذه الأمور لها حكم منفصل وهو السن والشعر والظفر، وأما العضو المقطوع لأنه مبان. نعم، إذن لا مسها ولا المس بها كذلك، نزيد ولا المس بها وهو أفضل وأدق. نعم. وأمرد مسه رجل لا ينقض. نعم، ولا يعني هذا خلاف الفطرة ولا يوجد نادرا من يلتفت لهذه الأمور، نسأل الله السلامة.
ولم يكن أصلا في فطر العرب يعني الالتفات لهذه الأمور، فإن العرب قديما لا يعرفون هذه يعني الشذوذ، نسأل الله عز وجل السلامة. وذلك الفطرة، بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في أقوام فطرتهم سوية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه يشرب اللبن قيل له هديت وأمتك الفطرة، فمثل هذا الشذوذ يخالف الفطرة وليس موجودا في أصل العرب. وذلك يقولون إن العرب لا يعرفون هذا الشذوذ، سواء أحادي الجنس ما يسمى بأحادية الجنس أو غيرها من الأمور مثل التفات الطفل ونحوه، ولذا فإنهم لم يجعلوا له اسما، فلا يعرفون لهذا الفعل المحرم اسما، وإنما نسب لقوم لوط من باب نسبة النسبة للمضاف إليه، مثل قولهم بعل بك نسبة لأول أجزاء وهو المضاف، فنسبة لقوم لوط يقال لوطي، فهو نسبة لقوم لوط، ويجوز في النسبة للمضاف المضاف إليه أن تنسب للمضاف وحده أو للمضاف إليه، لأني أرى بعض الناس كتب أنه لا يجوز أن تقول فعل لوط اللوطي، بل هو جائز لأنه فعل قوم لوط. نعم. ولا مس خنثى مشكل. نعم، لأنه مشكوك فيه. ولا بمسه رجلا أو امرأة، أي الخنثى المشكل، الضمير معناه خنثى مشكل. نعم. ولا مس الرجل الرجل. نعم مطلقا. نعم صلى الله عليه وسلم. ولا المرأة المرأة. نعم. ولو بشهوة فيهن. فيهن يعد الصور السابقة كلها، لأن هذا خلاف الفطرة ولا يوجد في الغالب. السادس. نعم السادس، هذا الناقض السادس. غسل الميت أو بعضه. نعم، قوله غسل الميت هنا أتى بمفرد معرف بألف يعم كل الأموات، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا. وقوله أو بعضه أي ولو غسل بعضه، وسيأتينا كيف يكون المرء يعني مغسلا لبعضه. نعم. ولو في قميص، أي ولو كان الميت في قميص. وسبب إرادة ولو هنا أمران، الأمر الأول أنه إشارة للخلاف الذي استظهره صاحب الرعاية ابن حمدان في رعايته الكبرى، فإنه استظهر أنه إذا كان في قميص أنه لا يلزم من غسله أن يتوضأ، لأن تغسيل الميت إنما قيل بنقض الوضوء لأجل مظنة مس العورة، فإن كان الميت في قميص ولم ينجى فإنه في هذه الحالة تيقن عدم وجود المظنة التي شرع لها الحكم. هذا كلامه وبنى عليها الحكم، لكن المصنف قال نقف عند ظواهر النصوص ولها معان يعني مذكورة في كتب الأدلة. هذا الإشارة الأولى. الإشارة الثانية قوله ولو في قميص، يحتمل أن تعود المسألة كلها، فإن في المذهب خلافا قويا جدا، فقد اختار الموفق عليه رحمة الله والشيخ تقي الدين، الشيخ أبو محمد والشيخ تقي الدين، اختار أن تغسيل الميت لا يكون ناقض الوضوء ما لم يعلم أنه قد وجد أحد النواقض مثل مس عورته، أي قبله ودبره. لا تيممه لتعذر غسل. نعم، قوله لا لتيمم، لا لتيممه، لا تيممه لتعذر غسله، يعني إذا يمم لعدم القدرة على غسله لعدم وجود ماء ونحوه فإنه لا يجب الوضوء. ووجه ذلك قالوا لأن تغسيل الميت ليس معللا وإنما هو تعبدي، وكونه تعبديا نقف فيه مورد النص ولا نقيس عليه، فليس شيء خارج من بدن الآدمي وليس شيء ملموس بعينه، فحينئذ نقول التيمم لا يقوم مقام الوضوء. نعم. وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة. نعم، قوله وغاسل الميت أراد أن يبين لنا صفة المغسل، قال من يقلبه، يقلب الميت، فمست بشرته جسد الميت ولو كان بينهما حائل كقميص أو قماش يوضع على الميت. ويباشره، أي يباشر غسله بجسده، غسل وجهه، غسل قدميه، نجاه ونحو ذلك، فكل من باشر غسله فيسمى غاسل ميت ولو مرة، أي ولو غسلة واحدة معاونة ولو يسيرة. لا من يصب الماء ونحوه. نعم، لا من يعاون بصب الماء ونحوه، مثل تقديم الثفل وتقديم السدر وتقديم الحنوط، أو الذي حمله فإن حامله لا يسمى غاسلا، الذي طيبه لا يسمى غاسلا، وإنما الذي باشره. نعم. السابع، أكل لحم الجزور نيئا وغير نيء. نعم، قوله أكل لحم الجزور، عبر مصنف بالأكل معناه أنه دخل الجوف، وقوله لحم ليخرج ما ليس بلحم، وسيذكر المصنف ما ليس بلحم بعد قليل. وهذا الحكم الذي أورده المصنف هنا يفيدنا حكما آخر في كتاب الأيمان ناسب ذكره هنا، لأن مرعي أيضا ذكره، وهو أن من حلف أن لا يأكل لحما فإن أكل شيئا مما لا يسمى لحما مما سيذكره المصنف فإنه لا يحنث. طبعا هذا هو المذهب، وفي رواية أن
شيئا مما سيأتي ذكره بعضه يكون ناقضا ممن اختاره الشيخ أبو محمد ابن قدامة في العمدة. قوله نيئا وغير نيئ لا ينظر لكونه نيئا حتى لو طبخ، حتى لو طبخ فإنه يكون ناقض الوضوء، والحديث صريح جدا. وذلك فإن بعض محققي أصحاب الشافعي ومنهم البغوي ثم الماوردي ثم النووي كلهم جزموا أن القول بأن أكل لحم الجزور ناقض للوضوء هو قول للشافعي، لا نقول هو قول الشافعي وإنما نقول هو قول للشافعي بناء على ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال وقد صح الحديث مسلم، بل صح حديثان، وبناء على ذلك فإنهم نجزم بأنه قول للشافعي فيكون وجها. نعم. تعبدا، تعبدا أي غير معلل، فلا نقيس عليه غيره ونقف عند مورد النص ولا نزيد عليه، وسيأتي تطبيقه. لا شرب لبنها أي لبن الإبل، لبن البكرات وغيرها، فإنه لا يكون ناقضا لأنه لا يسمى لحما. ومرق لحمها، ومرق لحمها وطبخت في مرقة وشربت المرقة وحدها أو طبخ بالمرقة رز ونحوه فإنه لا يكون ناقضا لأنها تحللت أجزاء، وإن كان فيها أجزاء لحم يسير فإنها تحللت حين ذاك. وأكل كبدها، كبدها الكبد لأنها دم وليست لحمة. وطحالها كذلك لأنها دم. وسنامها، وسنامها السنام معروف وهو شحم فيأخذ حكمه. وجلدها، وجلدها بعض الناس يأكل الجلد، يقطع الجلد بهيئة معينة في أجزاء معينة وخاصة الجلد الداخلي، ويتفكهون به فيجعلونه يابسا ويطبخ أحيانا. نعم. وكريشها ونحوه، نعم وكرشها معروف للأحشاء الداخلية ونحوه من غير ذلك، مثل يقولون كوارعها، الكوارع كذلك، منها أيضا الكلية لم يذكر المصنف، المصران أيضا باعتبار جاءت قبل قليل، وهكذا الرأس لو أكل الرأس، المخ، اللسان، كله لا ينقض. العينان بعض الناس يحب العين ويأكلها، كله لا ينقض الوضوء. ولا طعام محرم أو نجس، ولا طعام محرم ولا نجس فإنهما لا ينقضان، لكي لا يقال إنه يعني يقاس قياسا أولويا عليها المحرم والنجس، لا، فإن المحرم والنجس فلو أكل لحم خنزير مثلا فإنه لم ينتقض وضوءه. الثامن، نعم الثامن من النواقض، موجبات الغسل، نعم موجبات الغسل. بعض أهل العلم يرى أن الموجبات نواقض، وبعضهم لا يعد الموجبات نواقض فيقول إنها دخلت فيها، وممن لم يعدها نواقض القاضي أبو يعلى، وبعض المتأخرين لم يذكرها واقتصر على بعضها كالردة، وبعضهم لم يذكرها بالكلية. و نعم لكن المصنف وغيره مشى على أنها نواقض. نعم. كالتقاء الختانين، طبعا هذه سيأتينا إن شاء الله تفصيلها في موجبات الغسل، التقاء الختانين وانتقال المني، نعم وإسلام الكافر، وإسلام الكافر ويشمل المرتد وغيره، وقلت ذلك لما لأن بعضهم فرق بين إسلام الكافر وإسلام المرتد وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في محلك كانقطاع دم الحيض والنفاس. وغير ذلك توجب الوضوء غير الموت، قوله توجب أي موجبات الغسل توجب الوضوء. وفائدة هذه المسألة عند من رأى أن الموجبات تكون نواقض الوضوء، المسألة التي سبق ذكرها قبل بضع الدروس، وهو أن من كان عليه حدث أكبر فنوى بحدثه الأكبر، فنوى عفوا بغسله رفع الحدث الأكبر دون الحدث الأصغر، ليس بمعنى دون لم يستحضر، وإنما تعمد يقول أرفع الحدث الأكبر دون الأصغر. فحيث قلنا إن موجبات الغسل موجبة للوضوء، فحينئذ نقول إنه لا يرتفع حدثه الأصغر بل يبقى عليه، يرتفع حدثه الأكبر وحده دون الأصغر. فهذه النواقض غير الموت، قوله غير الموت لأن الموت يوجب الغسل فقط ولا يوجب الوضوء، لا يلزم الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. فهذه النواقض المشتركة، نعم قوله فهذه النواقض المشتركة، الضمير في قوله هذه يعود إلى الثمانية، وقد قلت لكم في البداية أن النواقض مشتركة وخاصة، فالثمانية هي المشتركة. قال فهذه النواقض المشتركة، عبر بمشتركة يعني المشتركة بين الناس، سواء كان عليه حائل أو ليس بحائل، سواء كان عليه حدث دائم أو غيره. نعم. وأما المخصوصة، المخصوصة بمن كان له طارئ معين، المخصوصة بالطوارئ. نعم. كبطلان المسح بفراغ مدته وبخلع حائله وغير ذلك. نعم. فمذكور في أبوابه. نعم. مثل قال إن من كان عليه حائل فانقضت المدة للخف أو الجورب أو العمامة أو الخمار، فقد مر معنا أنه ينتقض وضوءه بانقضاء مدته، ومثله الخلع الحائل
والحائل إما أن يكون جبيرة أو الأمور الثلاثة السابقة أو الأربعة التي سبق ذكرها، فإن خلع الحائل ينقض الوضوء إذا كانت قد ابتدأ إذا كان المتوضئ قد ابتدأت المدة في حقه بأن أحدث بعد اللبس. قال وغير ذلك من الأمور مثل الجبيرة إذا انقضت الحاجة منها فإنه يجب نزعها ولا يصح المسح عليها بل ينتقض الوضوء حين ذاك، فكأنه قد خلعها حكما. ومثل من به حدث دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه، فإن انقطاع الحدث الدائم مر معنا كذلك أنه يكون كناقض الوضوء، فحينئذ يلزمه أن يجدد وضوءه. وكذلك المتيمم، فإن المتيمم إذا انقضى وقت الصلاة المفروضة التي تيمم لها فإنه يلزمه حينئذ رفع حدث التيمم مرة أخرى للإباحة للعبادة التي بعده. نعم. ولا نقض بكلام محرم. نعم، كذلك لا نقض بكلام محرم، لأن الكلام لأن قد يوهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما أي المرأتين قد صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم، حينما قال لهما قيئة فقاءتا لحما ودما عبيطا. وهذا الحديث رواه ابن الدنيا، وإن كان في سناده مقال لكن أهل العلم يريدونه في مقام يعني الاستئناس. فقد يقال إن هذا الكلام المحرم حكمه كحكم القيء، قد يتوهم شخص ذاك، نقول هذا من حيث الإثم ربما ولكنه ليس بمفسد للوضوء. نعم. ولا بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما. نعم، لأنها هذه منفصلة وليست خارجة من السبيلين وليست نجسة. ولا بقهقهة. بقهقهة المراد بالقهقهة هو الضحك حتى يخرج حرفان، وهذا هو الذي عرف به أبو الوفا بن عقيل القهقهة. ولا بما مست النار. ولا بما مست النار، لحديث ابن عباس كان آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما ترك الوضوء مما مست النار. ومعنى قوله مست النار يعني طبخ، سواء كان من الحيوان أو طبخ من غيره. ولا لمن أراد النفي طبعا. نعم، أحسن الله إليك. ولا يستحب الوضوء منهما. منهما أي من القهقهة ولا مما مست النار. وذهب القاضي علاء الدين المرداوي أن الأولى القول بالاستحباب فيهما، قال لقاعدة المذهب وهو مراعاة الخلاف. وذهب أيضا للاستحباب الشيخ تقي الدين، لكن ليس لمراعاة الخلاف، وإنما رأى أن الحكم إذا نسخ، كذا يقول الشيخ، أن الحكم إذا نسخ، وخاصة طبعا الشيخ يرى استحباب الوضوء مما مست النار دون القهقهة، يرى الشيخ أن الحكم إذا نسخ فقد ينسخ الوجوب ويبقى الندب، فالنسخ ليس لمطلق الحكم. فكان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار، أي ترك وجوبه لا ترك مشروعية الوضوء. فلما كان التعليل بين القاضي علاء الدين المرداوي وبين الشيخ تقي الدين مختلفا، فالشيخ استحبه فيما ورد به النص فقط، وهو ما مسته النار دون القهقهة لعدم ثبوته مطلقا، فإن الحديث لا يصح الاحتجاج به مطلقا. وأما الثانية الشيخ تقي الدين فرعى، وأما الشيخ علاء الدين فإنه راعى في هذه المسألة الخلاف. نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم والفقه في الدين، وأن يدلنا لصالح الأقوال والأعمال، وأن يغفر لنا ذنوبنا وما مضى من زللنا وخطأنا، وأن يستر علينا عيبنا، وأن يتجاوز عن خطأنا ويغفر لوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول: من غسل ميتا فقد استحب بعض العلماء له الغسل. هذا سيأتينا إن شاء الله في الدرس بعد القادم بتفصيل هذا الكلام وما يتعلق بتوجيه الحديث الذي فيه، فنجعله هناك. يقول: ما هو اللحم الذي ينقض الوضوء؟ قلنا هو لحم الجزور، كل ما كان لحما أحمر، اللحم الأحمر المعروف هو اللحم الذي ينقض الوضوء، أما الشحم وغيره فلا ينقض الوضوء، وخاص بالجزور. الجزور معناها الإبل، سميت الإبل جزورا لأنها تجزر بمعنى تنحر. وأهل اللغة لهم طريقان، بعضهم يسمي الإبل فقط جزورا، وبعضهم يطلق الاسم على الإبل وغيرها من الضأن والبقر، ولكن أكثر أهل اللغة على أن الجزور خاص بالإبل المذبوحة أي جزرت، أو تسميتها باعتبار ما تؤول إليه، فتسمى جزورا ولو كانت حية باعتبار أنها ستؤول إلى الجزر وهو الأكل وهو الذبح. هذا أخونا يقول: هل يغني كشاف القناع عن المبدع لابن مفلح؟ يقصد البرهان بن مفلح طبعا ليس الشيخ محمد.
لأن معتمد البهوتي في شرحه على المبدع. نعم، هو الشيخ منصور في مقدمة الكشاف ذكر الكتب التي رجع إليها، وكان من أكثر الكتب التي رجع إليها المبدع. والشيخ منصور ليس مثلنا ينقل النص على عواهنه، أو ينقل نقلا حرفيا، أو حينما جاءتنا هذه الحواسب فأصبح يصدق علينا ما يسمى بالقص واللصق تماما، حتى لو وجد تحريف لنقله كما هو. وإنما الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما فينقل نقل العلماء، ونقل العلماء من جهات أنه ينقل الأنسب ويترك ما كان دون ذلك لعدم الحاجة إليه أو لعدم موافقته فيه. والأمر الثاني وهو المهم، مناسبة النقل في المكان المناسب، فإن صاحب المبدع قد ينقل الشيء في موضع فيأتي الشيخ منصور فينقله في غير ذلك الموضع للمناسبة المكان الثاني له، فيكون الانتفاع به حينئذ أكثر. إضافة إلى أن الكشاف يتميز أيضا بحل ألفاظ الأصل، حل ألفاظ الأصل هو الإقناع، وفي الأصل وهو الإقناع كذلك مسائل ليست موجودة في المبدع، لأن المبدع هو شرح للمقنع، وصاحب الإقناع اعتمد على المقنع وزاد عليه من التنقيح، وزاد عليه كتبا أخرى كذلك، فقد نقل كثيرا من كتاب المستوعب، ونقل أيضا من غيره من الكتب، ونقل من الفروع وهي ليست موجودة. ولذلك فهناك مسائل هنا يعني ليست موجودة في المبدع. إذن هذا أمران، حل ألفاظ المصنف والمسائل التي أوردها صاحب الإقناع، إضافة إلى أن منصور قد نقل من غير المبدع، نقل مسائل أخرى من غير المبدع. ولذلك يعني كون كتاب يغني عن كتاب لا بد من استقراء الكتابين استقراء كليا لكي نجزم بذلك. وهذه يعني قال أحد المشايخ عليه رحمة الله، كنت سألته هذه الكتب تغني عن هذه الكتب، فأجابني بكلمة، قال إذا قرأت هذه الكتب كلها فتعال واسألني هذا السؤال. فلا بد من قراءته كله. ومن طرق الشباب الآن لاحظتها يمكن في 20 سنة الماضية أو 30 سنة التي توجد، عندما يتكلم عن الكتاب يحكم عليه حكما كليا من نظرة أولية، يشتري الكتاب العصر ثم يتكلم عنه المغرب بأن هذا الكتاب مأخوذ من فلان. أنا أقبل أن هذا الذي يحكم هو المحقق، لأن المحقق عاش مع الكتاب شهورا أو سنوات طوال. نعم، أنا أقبل كلام المحقق أو رجل مدقق في العلم هذا الفن يكتب. أما يعني أن يكون الشخص، وأنا أذكرها في وصف مدح ليس وصف ذم، أن يكون الشخص كتبيا يعني يجمع الكتب ويشتريها فيجمع من جميع الفنون ثم يحكم الأحكام الأغلبية بهذه الطريقة، قد يكون فيها بعض الصحوبة والتعجل لا شك. وذلك فأنا أقول لا أستطيع أن أجزم لعدم قدرتي على استعامه في الكتابين، وإن كنت يعني الناس الله جعل لهذا الكشاف يعني من القبول الشيء العظيم. والكشاف يتميز على شرح المنتهى بأنه أسهل عبارة، سهل جدا. شرح المنتهى أحسن كتاب في حل الألفاظ. تريد أن تعرف كيف تشرح كتب متون الفقهاء، فقرأ شرح المنتهى. الشيخ منصور في شرحه للمنتهى يمسك الكلمة حرفا حرفا، كل ضمير مظهر أو مضمر يظهره، فالضمير المظهر يعيد يسمي من هو، والمضمر يظهره ويقول مقصود به فلان، والسياق الذي فات يبينه. ففي شرح المنتهى بيّن لك كيف تشرح الكتب. من أراد أن يعرف كيف تشرح المتون يقرأ شرح المنتهى. يريد أن يعرف الحكم مباشرة بلغة سهلة ويسيرة مع استيعاب في الأدلة لا توجد في شرح المنتهى، فعليه بالكشاف. نعم، في المنتهى أحيانا مر علي أكثر من مرة تعاليل لا توجد في الكشاف. نعم، تحقيقات في المذهب ما هي لا توجد في الكشاف. نعم، ولكن ما أدري لماذا الشيخ جعلها كذلك. نعم، يقول لماذا ينقض الخارج من السبيلين غير الفضلات والبول وإن لم يخرج معه شيء؟ يقول لأنه خارج من السبيلين. لو أردنا أن نأخذ بها عقلا نقول إن الخارج من السبيلين هو ما استحال في جوف الآدمي، وهناك أشياء تدخل وتخرج كما هي، فهناك أشياء لا يهضمها الجسد، أشياء غير العضوية مثل المعادن وغيرها لا تهضم، فتدخل وتخرج سواء. فلما كان دخولها ومخرجها على نفس الهيئة ومع ذلك هي ناقضة، فكذلك كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض. فنحن نعتبر بالمخرج ولا نعتبر من أين دخلت، لأن ما في جوف الآدمي ربما يعني دخل إليه من الفم، دخل إليه بإبر التغذية، ربما دخل إليه بأمر آخر. جزاك الله خير. هذا أحد الأخوان يقول
يعني تخرج حديث كان آخر الأمرين مما مست النار. أخونا يقول هل مس الذكر بدون قصد ينقض الوضوء؟ نقول نعم، كل ما كان ناقضا للوضوء لا ننظر فيه للنية والقصد القاعدة، لأنه مفسد وكل مفسد فهو سبب والسبب لا ينظر فيه للنية، هذه القاعدة. الدليل النصي ثبت أن عمر قام في الناس يصلي بهم إماما ثم أراد أن يعدل إزارة، من يعدل إزارة يعني يعرف ذلك، فمس ذكره بيده قطعا من غير قصد أو يغلب عظم أنهم غير، فقال على رسلكم ثم ذهب فتوضأ وجاء ولحيته تقطر ماء ثم صلى بهم. فهذا فعل الصحابة فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فدل على قاعدة فقهائنا أن المس من غير قصد ينقض. هل ينقض ما يبقى بين الأسنان من لحم الجزور؟ هو أكل صاحبنا وانتهى، كيف يكون ينتقض؟ أكيد أكيد أنه يعني أكلت الأكثر، أكلت الأكثر. يقول هذا كتاب الجمع والفرق الجويني، طبعا المراد بالجويني يقول ما رأيك في كتاب الجمع والفرق الجويني؟ كتاب الجمع والفرق الجويني هو لأبي محمد وليس لابنه أبي المعالي، والفرق بينهما كبير، فإن أبا محمد هو على طريقة الخراسانيين من الشافعية، بينما ابنه أبو المعالي من الذين جمعوا بين طريقة البغداديين والخراسانيين، وهو من أوائل من جمع بينهما. فلذلك فقه أبي محمد يختلف عن فقه أبي المعالي من حيث طريقة النظر ومن حيث النتيجة، فهما مدرستان مختلفتان وكلاهما شافعي، وذلك يجب أن ننتبه الفرق بين الجوينيين. فأبو محمد له كتاب آخر اسمه السلسلة طبع في مجلدين وهكذا. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكتاب الفرق يثني على الشافعية ويقول هو من أوسع كتب الفروق. نعم، ألف قبله الجرجاني كتابه المشهور بالفروق وطبع باسم المعاية، والحقيقة أنه فروق، والفروق والمعاية بينهما تقاطع كبير جدا بين الفروق والمعاية. كتاب جميل، ولكن كما قال المحققون مثل الإسنوي إن لم أكن واهما أو غيره، علم الفروق لا ينتفع منه المبتدئ، لا ينتفع منه المنتهي. تقرأ لي في علم الفروق وأنت ما عرفت الفروع الفقهية الموجودة في الكتب وما ضبطتها وما عرفت احترازات فقهائك الذين تدرس على طريقتهم، ما تنتفع من الفروق. وذلك النسبة الأكبر من الفروق هي فروق مذهبية، هي فروق مذهبية. إذا تمكنت من معرفة الفقه ثم نظرت في الفروق، هي بمثابة تجديد المعلومات في ذهنك من جهة، ومن جهة أخرى تدقيق لماذا هذه استثنت من تلك. ولا يكاد درس من دروسنا في الإقناع إلا ويمر علينا لا أقول فرق بل ربما 10 فروق، فكل استثناء فرق، ولكنهم يذكرون الاستثناء ثم يتبعونه بالتعليل بيان سبب الفرق. وذلك البكري ماذا سمى كتابه؟ سماه الاستغناء في بيان الفروق والاستثناء، فالفروق والاستثناء متقاربا، والمعاياة صورة من صور الاستثناء كذلك. نعم. هل يوجد كتاب الفروق على مذهب أحمد؟ هو لا يوجد إلا كتابان، كتاب السامري وترخيص الزريراني إيضاح الدلائل. يقول كتاب الصحاح الجوهري أطلع فيه ولا أجد ما أبحث عنه، فما الذي ينصح بالرجوع إليه من معاجم اللغة أو الكتب التي تخدم الألفاظ الفقهية والحديثية لأشتريها حتى لا تكثر عند الكتب؟ أحسنت بقولك حتى لا تكثر عند الكتب. الفقهاء لهم كتب خاصة عنيت بهذه، طبعا الصحاح هو في اللغة فيرجعون إليه في أصل اشتقاق الكلمة ولا يرجعون إليه في بيان معنى الكلمة في تواضع الفقهاء. وأما عند الفقهاء فإنهم يذكرون عدد من الكتب الكثيرة جدا. نبدأ بالشافعية لأنهم أكثر من كتب في هذا الباب. من أشهر من كتب الفيومي في كتاب المصباح المنير، هذا كتاب جميل اختصر فيه كثيرا من اللغة المتعلقة بالألفاظ الموجودة في شرح الرافعي الكبير. أما مذهب أحمد فأشهر كتاب هو كتاب المطلع الإمام اللغوي ابن أبي الفتح البعلي، توفي سنة 706. كتاب المطلع هذا كتاب هو الأهم، وذلك فإن يوسف بن عبد الهادي في الدر النقي أغلب ما فيه منقول من هذا الكتاب، وهناك غيره حتى من بعض المتأخرين ألف كتبا في هذا الباب، لكن هو من أشهر كتب على مذهب أحمد المطلع. وكذلك المالكية والشافعي والحنفية عندهم كتب بهذا. إذن نفرق بين، أنا لما قلت الصحاح، الصحاح يرجعون إليها لبيان الاشتقاق اللغوي وأصل استخدام اللغوي،
نعم قد يلمح أحيانا للاستخدام الفقهي لكنه ليس دائما، ومعروف أن صاحب الجوهري أنا لا أدري لماذا ينقلون منه كثير حقيقة، أنا ما زال عندي يعني استغراب نقلهم من الصحاح بكثرة، هل لسهولة عبارته؟ لا أدري حقيقة، مع أن أهل اللغة وهناك كتب مفردة عن الصحاح جمعوا يعني كثير يقولون أنه يكثر الوهم عنده، ذكروا هذا، ومن آخرها رسالة لرسالة دكتوراه في العراق طبعت عن الجوهري وكتاب الصحاح، تكلم عن أوهامه وخطئه في النقل والتسمية، والله أعلم يعني كل يعني يؤخذ منه ويرد. يقول من الخمس من الخمار، نعم من الخمار المرأة ما يؤلف ما يلف على الوجه ويربط بدبوس تحت الذقن، فهل يعد خمارا مدورا أم لا؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي أو قبل الماضي، وقلنا إن الخمار إذا كان تحت الحنك ولم يكن ملفوفا وإنما مخاطا مثل هذه الخمر الجاهزة ومثله إذا كان يلف بدبوس هل يأخذ حكمه أم لا؟ ظاهر تعليل فقهائنا أنه لا يمسح عليه لأنه شرط الإدارة وأن يكون على هيئة خمر نساء العرب، ولكن قد يقال احتمال، والاحتمال هو القول غير المجزوم به بصحة المسح عليه لأجل مشقة نظرا للتعليل، ذكرت هذا الكلام قبل ولكن أعيده لأجل أخينا. انتهت الأسئلة، باقي سؤالان. يقول قولهم موجبات الغسل توجب الوضوء، هل المقصود أنه يجب الوضوء مع الغسل؟ لا، هذا تكلمنا عنه قبل، وأنه يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر، أم يريدون أنها توجب نية رفع الحدث مع الأكبر؟ ولا هذه كذلك، وإنما أثرها الذي ذكرته قبل قليل، لكن ربما الأخ الفاضل كتب سؤاله قبل أن أجيب، أثر أنها موجبة ما نقلوه أن النية أن من عليه حدث أكبر فنوى رفع الحدث الأكبر دون رفع الحدث الأصغر، هل يرتفع الأصغر أم لا؟ وقلت لكم قبل ذكرناها في النية أن هذه هل تكون عبثا أم ليست بعبث، مر معنا هذه المسألة وهي نادرة لكن باب التشقيق الفقهي. آخر سؤال، لماذا فرقوا بين الساتر المفروض وبين ما يثبت بنفسه في الخفين؟ واضح، فاشترطوا في الثاني عدم شده ورخصوا في شد الساتر المفروض لأنه ثابت بنفسه، لكن الستر ينكشف لأن خفاف الناس ليست مثل خفافنا الآن، الخفاف القديمة ليس فيها المغاط، ليست الشد وحدها، وإنما كانوا الناس يعني يربطونها بأشياء، وهذا الربط يكون في ستره بعض جزء الرجل، لأن الخف قد يكون واسعا فيلبسه من رجله كبيرة فيثبت بنفسه من غير شد ويستر محل الفرض، ولكن من تكون قدمه صغيرة فإنه يحتاج لشده لا لأجل المشي وإنما ليستر محل الفرض، فنظرا لحاجة الناس في ذلك فإنها واضحة، بخلاف الثانية فإنها تختلف عنها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.